مراقبة اللقاء. ينطلق اللقاء وضربة البداية تكون لفريق أبو سليم عن هذا الموسم، رغم الأسماء الممتازة اللي تتواجد في فريق الشط الدهماني. فراس عرثية داخل منطقة الجزاء، ولكن دربك تعود بلاس عبد المحور في المرة الأولى لأنزارة الكرة هجمة لمصلحة لاعبي فريق الشط داخل منطقة الجزاء. تمرير ناحية فراس، فراس الأسود لمصلحة فريق الشط، تسديد الكرة من معتصم ابو شناف، والهدف الاول، هدف اول عن طريق المعتصم ابو شناف. معتصم ابو شناف يفتت على التسجيل لمصلحه لاعبي فريق ابو سليم. الاسود كره طويله ناحيه المهاجمين، ناحيه الحداد داخل منطقه الجزاء، الحداد يخطف الكره في التعديل، هدف التعديل، هدف التعديل عن طريق احمد الحداد، هدف ولا اروع. الغنودي في حوزته الكره، الغنودي، الغنودي، ولكن تدخل، تدخل قوي من الدوكالي على الغنودي وبطاقه صفراء، بطاقه صفراء لقيدون الفريق محمد الدوكالي. ننتظر تنفيذ الخطا باشاره من حكم خليل سنان. عرضيه داخل منطقه الجزاء، شتاوي راسيه، هدف ثاني، جول، هدف الثاني لمصلحه شتاوي، الهدف الثاني لمصلحه لاعبي فريق ابو سليم، والموقع محمد شتاوي، هدف ولا اروع براسيه من شتاوي يسكنها الشباك. كره لمصلحه لاعبي فريق الشطه، احمد رجنف، تمرير ناحيه ضياء، ضياء ناحيه الحداد، ولكن رايا. هذه المجموعه، المجموعه الثانيه للموسم الرياضي 2021 2022. تعود الكره عن طريق شتاوي، تسديد الكره من شتاوي في المكان، محمد شتاوي صاحب الهدف الثاني. هل يقع عن طريق ثالث الاهداف لفريق ابو سليم؟ هو الثاني له محمد شتاوي، حيتصد بكم من اربع لاعبين. شتاوي تسديد الكره ولكن سهله. ينطلق الحراري، عبد الرحمن عرفيه داخل منطقه الجزاء ولكن فانا. عبد الروف الشبلي، عبد الروف يدخل داخل منطقه الجزاء، عبد الروف، عبد الروف الى الخلف، ايوب تسديد الكره. عزو ينطلق، معتز، معتز الجرناسي، تمرير ناحيه محمد احمد الاجنف، احمد داخل منطقه الجزاء يفتك الكره من امام جديده، ما زالت الكره لمصلحه فريق الشط. تدخل من فريق من الحارس معاذ المنصوري، وحكم اللقاء لا يوجد الى شيء بمواصلة اللعب بتمويه من عكسية بحور، بحور عرضية ناحية ايوب عمار. كيف تضيع يا ايوب عمار هذه الفرصة؟ هدف محقق يضيع عن طريق ايوب عمار وجها لوجه مع الحارس احمد بالاشعر، ولكن تسديدته بعيدة كل البعد. معتز الشرنازي، كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، راسية في المرة الأولى من بنينة. عبد الروف الشبلي يتابع فيها عز الشرنازي، ينطلق عبد الروف، ربما الهدف الثالث ناحية عز. معتز بن حامد، انفراد، توزيع من معتز بن حامد للمرة الثانية بعد ما ضيع أيوب عمار، ضيع أيوب عمار في المرة الأولى ومعتز بن حامد في المرة الثانية، وجه لوجه مع الحارس أحمد بن نشر. الشاهدين الكرام، يعلن خليل سنان عن نهاية عمر المباراة بتفوق فريق أبو سليم بهدفين مقابل هدف.